جلسة القراءة اليوم أيضا من نفس الصفحة اللي اشتغلناها في الجلسة الماضية شبابنا، من كتاب هيتت نسخة 2014، أيضا عنا بالصفحة 40 النص رقم 4 يتكلم عن مدينة القاهرة، أيضا عنا مجموعة جمل. النص كمان راح يكون مركز على الحالة الملكية، حالة صيغة الملكية بسلسلة الملكية، طبعا إضافة إلى لواحق الحركة، الخروج، التوجه، المفعول به. راح يكون عنا أيضا كالعادة الدرس الأول درس النص القراءة، مقسمين النص إلى أو نقرأ النص على 3 دفعات. الدفعة الأولى كلمة كلمة، جملة جملة، نص كامل. هذا كلام طبعا راح نتبعه فقط في سلسلة المستوى الأول يعني. في المستوى الثاني راح صير ندرب على قراءة جملة جملة، وفيما بعد على القراءة الكاملة مع ظهوري أنا. راح أكون أنا هون بالقسم الثاني ظاهر معاكم أثناء القراءة، لأجل يكون في تدرب على مثل ما قلنا على حالة حركات الفم وتعابير الوجه، تعابير الجسم. هون راح نحتاج إلى هذا الكلام طبعا، حسب كل نص له طريقة عمل مختلفة راح تكون. هذا راح يكون بالنسبة للمستوى الثاني. نص اليوم مثل ما قلنا عن مدينة القاهرة بالصفحة 40 النص رقم 4. هون بنكون اشتغلنا من هالصفحة هاي، اشتغلنا النص رقم 3 و4، نص باريس ونص قاهرة. عندنا 1 و2 و5، يعني إن سنغافورة، سنغافورة، لندن، لندن، وعندنا النص رقم 5 مدريد، مدريد. هدول النصوص راح نشتغلهم في جلسات الأونلاين مع طلابنا، مشان نشتغل على حالة نشوف أنتوا شو صار وضعكم حاليا لما يكون أمامكم نص، أنتوا كيف عم تحللوا، أنتوا كيف عم تترجموا. نشتغل على حالة نشوف مدى استفادتنا من حالة ترجمة النصوص اللي نحن عم نشتغل عليها بجلساتنا. إذن راح تظهر أمامكم هون على الشاشة، يظهر أمامكم هون النص، نكتبه كالعادة مرتين: الكتابة الأولى لأجل ملاحظات القراءة، الكتابة الثانية لأجل الجلسة القادمة ملاحظات القواعد، تحليل النص والترجمة عمليا. وفيما بعد أيضا ننتظر لنوصل إلى الجلسة بعدها، جلسات القراءة التالية. بورسي، بورسي، ركزوا على كلمة بورسي شبابنا. شوفوا هون حرف آ بعده س بعده أ، آ عم نلفظها باللفظ القصير أولا. اثنين، ما رح نبالغ بالس، طبعا حرف الس حكينا عنه أنه هو متأثر بالصوت، يعني رح يكون صوته هون عريض، ولكن ما رح نوصله للصاد، يعني هذا اللفظ خطأ، ركزوا على تالي، ما بصير ألفظها بورسي، ما هي بورسي. حرف الأ آخر شيء، أغلب طلابنا لما بيلفظوا أ بآخر الكلمة بيخلوا الفم يكون بشكل دائري، فبيطلع معاهم لفظ أيضا خطأ على هذا الشكل، بوراسو أيضا خطأ، الفم مفتوح بالعرض. اشعر بفمك والفظ معي أيضا، ركز معي كيف عم بلفظ، عيد اللفظ معي، بوراس، بوراس، بوراس. بير ماسال، بير ماسال، أيضا مصل، حرف الس مضخم وحرف اللي أيضا لأنه قبله حرف الآ، أيضا حرف عم نلفظه بالشكل اللي سميناه المفخم يعني. بير مصل، شهري، شهري، بو شهرين، بو شهرين. أتموسفيري، أتموسفيري، أصل الكلمة أتموسفير، ركزوا على أيضا لفظ الحرف إي. لو نعتبر الإي الأخيرة يعني اللاحقة إي غير موجودة، لفظ الكلمة رح يكون عندي الحرف إي بلفظ الفتحة أتموسفير، فار. ولكن وجود إي كلاحقة ملكية يخليني أغير لفظ الكلمة الأساسي، أحوله إلى لفظ الإي المغلقة يعني إي المكسورة، صار عندي لفظ أتموسفيري، أتموسفيري. çok farklı, çok farklı, farklı. صار شفناها كثير لكلمة farklı. sonra dünyanın, dünyanın, dünyanın
إن أزون، إن أزون، أزون حرف الزاي مضخم أزون. نهري، نهري. بو شهيردان، بو شهيردان. geçiyor geçiyor حرف ش نعطي حقه بحالة تشديد الأسنان تقريبا على بعضه geçiyor burada burada شوفوا كتابة مكتوبة burada هذا اللفظ قديم حاليا غير مستهلك في المجتمع burada يعني حرف الآ الأول في الكلمة وكأنه ما له موجود عم نلفظ مباشرة الانتقال من burada burada insanlar insanlar öğleden öğleden ركزوا على يومشجع قبل يومشجع عند الحرف أ هون لفظ يومشجع يتحول إلى صفر ما عدا لفظ وليس لفظها öğleden راح تسمعوا كتير أشخاص يلفظوها öğle خطأ öğle öğleden öğleden sonra sonra sıcaktan sıcaktan حرف س أيضا س المضخم sıcaktan kaçıyor kaçıyor ve nehre ve nehre ve أيضا شبابنا ليست ve nehre ve nehre yakın yakın çay çay bahçelerine bahçelerine بدها تدريب هالكلمة هاي bahçelerine gidiyor gidiyor bu masal bu masal şehrinin şehrinin çarşıları çarşıları da çarşıları da çok ünlü ünlü ü ü ünlü turistler tu rist لار س ت ل ثلاث أحرف ساكنة متتالية أول حرفين عم ندمجهن مع بعض لار عم بتكون منفصلة عنهن تقسيم الكلمة يعني تورست لار تورست لار تورست لار بو çarşılar da بو çarşılar da alışveriş alışveriş yapmaktan yapmaktan çok hoşlanıyorlar 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 حاليا نرجع نقرا الجمل كل جمله على حده ايضا كرر معي اللفظ مباشره burası bir masal şehri bu şehrin atmosferi çok farklı dünyanın en uzun nehri bu şehirden geçiyor burada insanlar öğleden sonra sıcaktan kaçıyor ve nehre yakın çay bahçelerine gidiyor. Bu masal şehrinin çarşıları da çok ünlü. Turistler bu çarşılarda alışveriş yapmaktan çok hoşlanıyorlar. حالياً راح أقرأ النص بالكامل أيضاً ركز على نبرة الصوت التوقف عند النقطة وكرر استماع القطعة الأخيرة من التسجيل أكثر من مرة مشان ترجع أيضاً تشتغل على تسجيل الصوت
Burası bir masal şehri. Bu şehrin atmosferi çok farklı. Dünyanın en uzun nehri bu şehirden geçiyor. Burada insanlar öğleden sonra sıcaktan kaçıyor ve nehre yakın çay bahçelerine gidiyor. Bu masal şehrinin çarşıları da çok ünlü. Turistler bu çarşılarda alışveriş yapmaktan çok hoşlanıyorlar. هذا بالنسبة لنص القاهرة شبابنا نلقاكم في الدروس القادمة أيضاً